السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إخوان في طبيعة الحال في مدى الإيمان في تطوان بيع شراء سيارات مستعملة بمانوال كونفيات 500 2022 إيسونس أوتوماتيك سبور العام راه إخوان ضربة 32000 ثمن إيراد 14800. مرحبا بكم تواصلوا معنا وطبيعة الحال الكراج راه الإشارة ديالكم يعني تبارك الله كان موجود. اللي بغى يعني يشوف الطوموبيلات المتوفرة راه ديجا الفيديو اللي قبلنا هذا وريتكم شنو كاين كامل من دابا الطوموبيلات. مرحبا بكم. هذه الإخوان هذه هي الفيات 500 الاخوان، طبيعه الحال كاينه في تطوان فيها بلاكه ديال تطوان نيت، عندكم الكزين ولا داكشي كما دائما داكشي متعارف عليه، عندنا الجوين باتش سبور كتجي هنايا، فهمتي؟ هذه ايسونس الاخوان فيها الطواب طبيعه الحال كما قلت لكم، هذه هي الطوانيبيله، يعني معروفه الفيات 500 بلا ما نكثروا لي ديتاي بزاف، هادشي اللي كاين، كيجيو بطبيعه الحال جوج بيبان هما معروفين، الانتيريور ديالها هو هذا. كما قلت لكم بواط فيداس اوتوماتيك زيج ديال القدام الكتريك، عندكم هنا الشاشه ستيدوا، هادشي اللي كاين. انا نقول لكم دابا من جهه ديال الشيفور هادشي اللي كاين. طبعا هاد الاخوان هذا هو الكيلومتراج ديالها، الطابلو كيجي تما الطوار كبيره فيها الكونتور وداكشي الاخر، والديريكسيون طبعا الحال ملتي فونكسيون. الضريبه ديالها 350 درهم، يعني الطوموبيل تبارك الله صغيره في كلشي ديالها، لا في الحجم لا في الاوراق لا في كلشي. هادشي اللي كاين الاخوان، يعني اللي بغى الطوموبيل كاينه البيع في تطوان كما قلت لكم. مرحبا بكم كاملين، نلقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.